خلي المقاطع حلوة يا شباب. نورين يا بلقات سليب. يلا اعطي تحية نورين. هذه قوات المسلحة وشباب طرابلس ولمينا الشامل والدم توحد وخلاص. يا ليلى انت اكيد تعجبني. خذ من ضفرك انا ليلى ونجي نعيش عندك. قائد الميداني الله يخوتي اعطيهم تحية. مش عارف يوسف شوف لنا الموضوع شنو يا بكر. هذا الجيش هذا جيش كحفنا راه. هذا جاسك يا حفتر. تعال الحق 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 يا حفتر. جو مصر كفت النار. هذا جاتك يا حفتر هو هذا جاتك يا حفتر. تريز الاولاد تريز خلاص هذا جيشك يا حفتر. وينك وينك؟ الله اكبر الله اكبر. عاش خليهم يمشوا قدامنا يا ولاد. حاولوا اصلاحهم بس قولوا لهم. خليك ها لو تسلم تروح حاول عليهم حيوهم. مندي ها خليك في السياره انا راح منك ان شاء الله. اسمع تقديم ارى بس ايه 14 خلي وجهه يكبر يحول في الدبه. ذكايا برونا يحول في الدبه. اسمع هم راح حاطيني في طاجين مرات يدرون حتى انا في طاجين. يا صدام اسمع يا كحله يا رصاصي هنقدمها على الدبه هذيك. انت يا ايوب انت نعم انت حقنت دم ها انا في حالي بالضبط حكيت. احنا اللي بنقدم تخشوا معانا بارك الله فيكم. ما تخشوا معانا قول يا مهدي او احنا وياكم ما نشوى. نقول حاجه انتم ما تفهموش.
باش نتبي عيوش هيك ما تفهموش باش نتبي عيوش انك انت قصدني خليك طريق وتخش ما تفهموش باهي باش لان في هلبا الناس بتقوم وفي هلبا كلمهم حتى احنا ناس نقول حاجه نقول حاجه اكيد هذا بده في الموضوع هذا انا خلي ما نجيش نقولك مش غير صحيح كيف غير صحيح يا حاج ما اسمع حاج انا تبي تسلم صحيح 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 هذا كل ما عارف وقلنا لكم روحوا وسامحنا وروحنا حتى بالكرامه اللي قالوا لكم انه تحرر وسامحنا مو بيحاربوا معنا لا تسلم الله اكبر ما تبي تسلم يا سلم سلاح لتراب يا سيدي مركز غادي يا ارجع لمكانك معايا تمام تسلم دقيقة من غير انفعال لا 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 اصبر 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 لك لا 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 لا